بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان نتيجة فرز أصوات الناخبين لانتخابات رئيس لجنة رئيس النقابة الفرعية لنقابة مهندسين أسيوط. إجمالي عدد الحاضرين 1673 ناخب، إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 1638 ناخب صوت، إجمالي عدد الأصوات الباطلة 35 صوت. الأصوات الحاصل عليها كل من المرشحين، المرشح الأول الهيثم عبد الحميد ناصر عبد الله وحصل على 789 صوت، والمرشح الثاني أسامة محمد أنور أحمد حسين وحصل على 849 صوت. كل سنة وانتم طيبين.